رجعت لكم مرة تانية، وزي ما قلت لحضراتكم هيكون معانا على سكايب السيدة رادها ستيرلينج، إحدى صديقات الشيخة لطيفة، وكمان هي مديرة المنظمة البريطانية معتقلون في دبي. خلوني أرحب بيها. أستاذة رادها، أهلا بيكي معانا في قناة الشرق الفضائية. شكرا جزيلا على في البداية خليني أسأل حضرتك، ما هي مدى صحة الصور الأخيرة والمنسوبة إلى الشيخة لطيفة، وهل تم بالفعل التواصل مع حكومة الإمارات للاستدلال عن صحة وموعد هذه الصور؟ طبعا هذه الصور التي وضعها الناس طبعا كانت صور للشيخة لطيفة قبل أن تفر من دبي، وهذا يخبرنا بأنها موجودة في مكان ما من ممتلكات العائلة في بريطانيا، وأنه لديها بعض الحرية الأكثر الآن لتستطيع أن تصور هذه الصور. طيب، ما هي آخر المعلومات التي توصلتم إليها من خلالكم، باستثناء طبعا أو بغض النظر عن الصور التي تم نشرها، تخص هذه المعلومات الشيخة لطيفة؟ لا زلنا لا نعرف 100% عن سلامتها والمكان الذي تتواجد فيه، وهذا او في المكان الذي تكون الذي يمكن ان تكون قد عاشت فيه في الفتره الماضيه، ولكن يبدو انه قد فرت من الامارات، والان نحن نسال، لا يزال لدينا اسئله نطرحها فيما اذا كانت تعيد بناء حياتها في الإمارات، أو أنها حصلت على حريتها أم ليس بعد. هناك العديد من السياسيين والأشخاص الذين يطالبون بالحرية الكاملة لها وقدرتها على السفر. الحقيقة أنا مش قادرة أخبي على حضرتك يعني دهشتي الشديدة من القضية ومن كيفية التعامل معها ومن فكرة الموقف الإماراتي منها، لكن خليني أسأل حضرتك عن موقف الأمم المتحدة، واللي أكدت أنها ممكن تفتح تحقيق أممي للكشف عن ملابسات هذه القضية. يعني ليه حتى الآن التحقيق ده ما اتفتحش، أو ليه ما تمش بعض الإجراءات الحقيقية اللي تاخدنا لهذا المسار؟ طبعا لقد قدمنا طلب للأمم المتحدة في آذار 2018، وبالتالي هناك تحقيق قائم منذ ذلك الوقت، ولكن وكان هناك طلب أيضا للتعويض، ولكن الإماراتيين ليسوا مجبرين قانونا على الالتزام بهذا التحقيق، فبالتالي الشيخ محمد يرى بأن هذا أن الأمر من مسؤوليته والتزامه بأن يخبر عن مكان الشيخة لطيفة بغض النظر عن الأمم المتحدة. أنا نفسي أقول بأنه ربما يجب أن يكون هناك تبعات لهذا الأمر على الإمارات، وأن ما يجري طبعا بالتأكيد يخترق فيه خرق للقانون الدولي، وهناك العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان هنا، وبما في ذلك ما حصل مع أختها شمسة، ولكن هناك أيضا أشخاص مختطفون وهم مواطنون من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لازلنا لا نعرف فيما إذا كانت الولايات المتحدة كانت على دراية بهذه الهجوم من قبل على هؤلاء المواطنين الأمريكيين، وفيما إذا كانت تضع علاقة مع الإمارات بمثابة أعلى من حماية مواطنيها، ولا تقوم بأي إجراءات ضد الولايات المتحدة بالنيابة أو باسم المواطني الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم تقم بفرض أي عقوبات اقتصادية أو أي إجراءات فيما يتعلق باختطاف أشخاص من المياه الدولية الأمريكية، وهذا أمر فيه خرق للسيادة الأمريكية طبعا. صحيح. أظن أن المجتمع الدولي كله شايف أن
الآن وضع الإمارات حرج جدا، خاصة في قضية الشيخة لطيفة والشيخة شمسة. هل تعتقدي أن هذه القضايا إذا تم فتح التحقيق فيها قد يسيء إلى صورة الإمارات وصورة حكامها؟ لهذا السبب هناك حالة من التعتيم على هذه الانتهاكات في حق أولادهم؟ طبعا الأمم الإمارات طبعا ليست مضطرة بأن تلتزم أو أن تمتثل بالتحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة، ولا يمكن للدول الأخرى أن تقوم بعقوبات على الإمارات. ولكن العلاقات مثلا الأمريكية والبريطانية مع الإمارات لديها علاقات أمنية وعلاقات سياسية قوية، فبالتالي يبدو أنهم لا يريدون أن يؤثر أي شيء على هذه العلاقات. ولكن الشيخ محمد يبدو أنه قد وقع تحت ضغوط كبيرة في هذا الخصوص، فإذا لم نقم بإجبار أو بوضع عقوبات على الإمارات العربية المتحدة بسبب هذه الانتهاكات الخطيرة، فسوف ينتهي بنا المطاف بانتهاكات أكبر، وكما مثلا قضايا ذات لها علاقة بالاتجار بالبشر. وبالتأكيد سوف يتعدى الأمر هذا إلى خسارة الأرواح. فبالتالي إذا انتهى هذا المطاف بدون عواقب على الإمارات، فبالتالي سوف يكون الوضع خطير. الحقيقة أنا سعيدة جدا بموقف السيدة رضها، وإنها شايفة أن يجب فرض عقوبات على الإمارات من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان هناك. لكن هناك تعتيم من كلا الدولتين، سواء بنتكلم على أمريكا أو على بريطانيا. الحقيقة في تجاهل لملف حقوق الإنسان بشكل كامل في الإمارات، لأن طبعا في مصالح كبيرة ومصالح اقتصادية مشتركة هناك. تعليق حضرتك على هذه النقطة تحديدا في تجاهل الإمارات أمريكا وبريطانيا لملف حقوق الإنسان بشكل كامل. طبعا نحن قلقون جدا ونحن نراقب هذا الأمر في السنوات العشر الماضية. هناك حوالي 25 قضية انتهاكات لحقوق الإنسان خطيرة جدا. قضية الشيخة لطيفة طبعا وصلت إلى الإعلام وهي تشير إلى انتهاكات أخرى، وهناك تقارير عديدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب لمواطنين في الإمارات، وهذا يظهر بأن هناك مشاكل كبيرة. ونحن ندفع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة بريطانيا للقيام بإجراء ما ليقوموا وليؤثروا ويضعوا ضغطا على الإمارات العربية المتحدة، وأن يلتزموا بحقوق الإنسان وأن يحققوا في هذه الانتهاكات، وأن يكون هناك عواقب اقتصادية على الإمارات بسبب هذه الانتهاكات، وأن لا يرتفع هذا الضغط حتى تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان. حاليا في السجن هناك أشخاص يعذبون، وبالتالي هناك العديد من القضايا عبر السنوات الماضية. بعض القضايا بدأنا بالتحقيق بها ولكن لم ينتهي التحقيق فيها، فلا بد من الدفع بهذا الاتجاه حتى نصل إلى وضع حالة من العواقب والتبعات التي يجب أن تتحملها هذه البلاد على الإجراءات والتصرفات التي تقوم بها. سيدة رضها، هل تعتقدي أنك ممكن تقابلي الشيخة لطيفة مرة أخرى؟ وأنا عارفة أن أنتم كنتم أصدقاء، هل تتوقعي أنك ممكن تقابليها مرة تانية؟ أعتقد أنها في المستقبل سوف تتحرر وسوف أراها، ولكن حاليا هناك خطر على حياتها لكي في الإمارات. ولكن نحن نحاول أن نقوم ببعض الخطوات لتحريرها، ولازلنا نتساءل في الوقت الراهن. الشيخة لطيفة طبعا لن ترضي الناس الذين حولها، والإمارات العربية المتحدة يجب أن ترفع يدها عن حجب حرية المواطنين فيها في لديها لكي يستطيعوا أن يتحركوا ويسافروا بحرية. ممكن نعرف إيه هي الإجراءات اللي بيتم اتخاذها بالفعل لتحرير الشيخة لطيفة؟
مرة أخرى هذا الأمر يعود إلى الأمم المتحدة، ولكن يمكن أن يكون هناك ضغط إعلامي وحملات دولية للضغط على الإمارات، وإذا لم تغلق هذه القضية فسوف تستمر الانتهاكات. ولكن يجب أن تعرف الحكومة الأمريكية بأن هذا الهجوم، أن هناك هجوم قد حصل على المياه الدولية في ضمن حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر يجب أن يواجه. الشيخة لطيفة هي مثال عن مئات القضايا الأخرى من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، ولا بد من معالجة قضايا حقوق المرأة في الإمارات، لأن الشيخة لطيفة مثال صارخ على انتهاك هذه الحقوق في الإمارات. لدينا أيضا أخوها الذي محبوس في فيلا لسنوات، وهناك أيضا قضايا أخرى لشيوخ أيضا تعرضوا للتعذيب وللحبس الاعتباطي، فبالتالي هناك العديد من القضايا. كل هذه القضايا يجب أن تعالج، حتى وإن كانت الإمارات حليفا للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لكي لا تتمادى في هذه الإجراءات. كل هذه القضايا تظهر بأن الإمارات ليست مكانا آمنا للاستثمار فيه، وليس مكانا آمنا للمواطنين الأجانب ليزوروها للسياحة. ما هي رسالتك للشيخة لطيفة لو حبيت توجهي لها رسالة؟ بالتأكيد إذا أمكن لي أن أخاطب الشيخة لطيفة سأقول لها اصبري، وبالتأكيد سوف قضيتك سوف تكون مثالا لمعاقبة الذين ينتهكون هذه حقوق الإنسان، وسوف ولن يكون من المسموح لأي شخص بأن يتصرف على هذا النحو وأن يمارس هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. طبعا وهناك استثمارات كبيرة حصلت بعد معرض إكسبو 2020، وأعتقد أنه من المستحيل بالنسبة للاستثمار في السياحة والاستثمار في هذه البلاد أن يستمر على هذا الوضع إذا كانت الانتهاكات ستستمر على هذا النحو. ورسالتها للشيخ محمد بن راشد. أعتقد أن الشيخ محمد أخطأ في recruiting the help of India to attack that yacht to kidnap people. في السعي لمساعدة الهند في الهجوم الذي قام به لاختطافها، فالقيام بهذه الجريمة خارج أراضي الإمارات فهذا خطأ جسيم. فهناك طبعا أن يكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الإمارات هو أمر، ولكن الانتهاكات خارج الإمارات العربية المتحدة هذا أمر آخر، وسيكون له تبعاته على هذا الشخص، وبالتالي سيكون هناك تغيير، وبالتأكيد سوف يتم معالجة وتناول هذه القضايا. وأعتقد أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك إجراءات كبيرة ستحدث على هذا الشخص. سيدة رادها ستيرلينج مديرة المنظمة البريطانية لمعتقلون في دبي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة، ونتمنى قريبا أنك تقدري تتواصلي مع صديقتك الشيخة لطيفة، ونتمنى السلامة لكل معتقلي الرأي وكل غير القادرين على الحصول على حريتهم أنهم يقدروا يحصلوا عليها قريبا إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.